السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عندي انا مشكل في الهرمونات ما مقادينش ليا وهذا المشكل كيخرج ليا الحبوب في وجهي وكيخلي ليا السيكاتريس زرق وكيخرج ليا الحبوب في ظهري. الوجه والظهر، سؤالك الوحيد دابا هي جا ولا عندك سؤال ثاني؟ شحال العمر؟ لا هذا هو السؤال الوحيد ديالي، وبغيت شي وصفه اللي تقاد ليا الهرمونات ويتنقى ليا حتى الوجه ديالي. الله يجازيك بخير. السن ديالك؟ شحال العمر؟ السن ديالي 32 سنه. 32 سنه، شكرا بهيجه من مراكش. انا السؤال بهيجه، بهيجه اللي عندها مشكل هرموني وكاينوض لها الحبوب في الوجه ديالها والظهر ديالها. بالنسبه للمشكل ديال الحبوب او المشكل ديال الهرمونات، حتى داك الشعر اللي تيطلع، التجربه ديال الناس خداهم ماء بصل عسل، عسل الزكوم، اقل شيء فيه 30 غرام ديال الغذاء الملكات في الكيلو، سبع مرات مع نباتي 100%، كل ما طيب ما طيبتيش حسن، خذ خضره طبيعيه ما طيباش، فواكه كذلك. الناس لاحظوا الشعر مشى بعد 3 موا، الشعر اللي في الوجه، اذا الحبوب كذلك لقينا راسنا على انه تنعطيه ماء بصل عسل سبعة مرات في النهار لمده 3 شهور، ابتداء من الشهر الاول تبدا تنقص الحبوب، 3 شهور ما تيبقاش ذاك الحبوب. باش تنعاونوا بخار اليزير، تنديروا شويه المرجان، تنديروا فيه شويه القرفه، اذا تناخذ 100 غرام ديال المرجان مع القصيره ديال القرفه تنخلطوا، تنبدا تندهنوا به الوجه ديالنا ثلاثه د المرات، تندهنوا عسيله. اش من عسل ندهنوا به؟ عسل الزكوم اللي فيه 200 غرام، تنديروا فيه 50 غرام ديال الغذاء الملكات مع حبوب لقاح، معلقه صغيره تقريبا شي 5 غرامات. نعم. تبدا تندهنوه ونجلسوا في الدار ساعه وربع، الا بغينا نشلوه بالماء الدافي، لقينا راسنا على انه بعد 3 موا مشات النتائج، واحد النجاح. داك عقلتي والكاريتي اللي درنا في عيد المراه مع زيت اركان، الناس تعلموا الشعر عجيب. لا ياس عاد تكتشفوا الطبيعي، وهذه امور ديسبونيبل تبارك الله. بحال دابا الاخت هذه اللي عندها مشكل الهرمونات تعاون به وجهها اكيد وترجع شعرها وتعطينا خبر ان شاء الله. ممتاز. وعلى السؤال ديال فاطمه من اي تملل اللي تكلمت على انها بغات علاج بالنسبه باش انها تعاود تولد، العمر ديالها 48 سنه. جاوني جوج ديال الرجال كان عندهم مشكل ديال الخصوبه وكان عندهم العدد قليل جدا، واحد طلع من 8 مليون 16 مليون في شهرين، ودابا ما شاء الله حنا تنشغلوا على الزوجه ديالو باش تكون ان شاء الله في القمه. كذلك واحد اخر كان عنده 24 مليون تاع 46 مليون، واحد نشاط خاص جدا اقل من شهر ونص، وهذا دليل على انه كاين وصفات جميله بالنسبه للرجال. بالنسبه للنساء القواعد خمس، تنحيدوا الحيواني كله لان فيه هرمونات وفيه كيماويات، تنخصنا نحيدو. نركزوا على السمك البحري، كاين سمك الاحواض حطيوا واحد راسكم منه تعرفوا بالرائحه ديالو مزيان. ثانيا طاجين ممنوع مقلي او معلبات، بور كرافس معدنوس عطى نتائج، طيبوه او خذوا خضر مع التفاح وفواكه غيكون جميل جدا، جوج ثلاثه مرات في النهار. لقينا راسنا على انه الحقنه عسل زكوم فيها 30 غرام الغذاء و5 غرامات ديال حبوب اللقاح مخلط، ثلاثة المرات حقنا في الرحم وخرق هذا المعدنوس ثلاثة المرات، هذا نشط الوالدة ونقاها. كثر الناس عندهم لوكول عيان لوندوميتر فيه مشاكل ولي ترومب مسخين او معفنين، تيبداو دي بيغتينزلو، دليل على انه تنقية اساسية اللي هو الموضوع تاع هذا. كذلك لساعة النحل مع الحجامة اللي عنده فقر الدم يدير الحجامة الجافة، والحجامة الجافة انتشرت في الناس انتشار وارتاحوا فيها لا في النوم خلقوا الراحه ديالهم ولا في الهرمونات، خصوصا ذاك النزيف اللي قلق كثير النساء الحمد لله بدا تيخف. هادو اساسيات. اساسيه اخرى عصير بصل 25 غرام، كاس كبير الماء مغلي 150 غرام، معلقه عسل الزكوم فيها 30 غرام مينيموم ديال الغذاء الملكات في الكيلو، سبع مرات في النهار. النساء ما شاء الله كاع وحده كان عندها اف اس اتش طالع 166 اف اس اتش هبطوا 16 ما شاء الله. اذا النساء خصهم ينتبهوا وما بقاش يقللوا من 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 لا فريكونس من الوتيره ديال الشربات اللي تنعطيهم، كتدير ثلاثه تدير اربعه، لان ما يمكن لياش ما يمكنلكش، اذا راك ما غاديش في العلاج. دائما تحترم الكميات تحترم الوتيره، تحترم الكميات، تحترم المقادير، وهكذا يمكن نحققوا نجاحات. وكل ما حيدتوا الحيواني النسبه ديال العلاج ترتفع. وعندنا تبارك الله مؤخرا جاو نساء اللي حملت وراه في الطريق ديال تنتسناو ان دوزان دو كان من النساء ما شاء الله عليهم حملت، تنتسناو يكون الوضع. ومبروك الاخريات اللي جايين في الطريق، وكل ما اجتهدنا
كنا نحقوا نتائج. أكيد. لا وإذا ما عند الحمر من سوق السبت اللي عنده كيقول أنه كيشتغل في واحد المكان اللي فيه النحل متواجد كثرة وكيتعرض لساعات ديال النحل، فأول السؤال ديالو الأول واش هذا غادي يأثر عليه أو لا، والسؤال الثاني شنو هي الأماكن المناسبة لساعات النحل باش نستفدوا منهم علاجيا؟ هو المربيين النحل كلهم لي تيربيو النحل وتيقابلوا النحل مي تيقرصوا من النحل ما عندهمش مشكل الحمد لله، بالعكس انه تفيدهم فائده كبيره جدا، فقط انه من باب الاستعمال الحسن والاسلوب المتميز في حسن الاستعمال لساعات النحل تمشيو للبلاصه اللي فيها المشكل. عندنا مسمار الكيف تندوروا ثلاثه اربعه النحلات على حول مسمار الكيف نهاريا هلا ثلاثه مرات في الاسبوع لمده 3 شهور ما تيبقاش المسمار. مثلا عندنا مشكل ديال الحساسيه في الانف او لا سينوزيت تنقرصوا في الانف في القمه تاع الانف والجنبات لودنين حلقم مع الجبهه، اذا هاد اماكن معينه تمشيو في كي المشكل في كي الالم في كي العياء. عندنا مشكل اختوز في الركبي تنديروا ثلاثه نحلات على اليمين ثلاثه على اليسار يوميا لمده 9 اشهر واخا وحتى تلاحظوا على نتائج الناس بلا مفاصل جداد دي جنو ركبات. اذا خصنا نمشيو للبلاصه اللي فيها المشكل وكاين تكون نتائج هائله جدا. اذا اولا نمشيو لاماكن الالم، تمشيو للعمود الفقري اللي هو الممر ديال الهرمونات دونك سي لو شيما هرمونال الممر ديال الهرمونات والشمال ديال تدفق الدم بشكل جميل تمشيو له تما تنقصدوا تقريبا 60% من المشاكل الصحيه وتما تمشيو للمفاصل. ممتاز. وهكذا لقينا راسنا على انه تركيز على اماكن الالم، تركيز على العمود الفقري، تركيز على المفاصل، هذوما هو المحطات الثلاث الاساسيه. والاساسي كذلك ان الانسان يعرف راسه واش عنده بعد حساسيه من الحل او لا. هذه تخصك الله عليك. هذه من الضروريات ربما كتاخذوها حتى في المركز عندكم ان الانسان خاص يكون معروف واش عنده حساسيه من الحل او لا باش ما نبقاوش اننا كنعالجوا ونصدقوا كنديروا حوايج اخرين ياك ولا لا. ملاحظه اخرى بعد المربي النحل انا تنقرص بزاف ما عنديش مشكل ندير لي حتى 30 حتى 100 حتى 200 شديت واحد فيهم قرصت الاولى بدات تقول لي اح، ثانيه ثالثه الخامسه قال لي تسنى شويه حاول اذا مي تركزوا ماشي بحال مي تجي لها بشكل هكذا. اذا فضروري من حسن الاستعمال بالطريقه الصحيحه. نتم دائما الاجابات على الاسئله. سؤال ديال العربي من اكادير اللي تكلم على بومزوي واخا خدينا في البدايه تكلم انه كيمشي وكيرجع له، هذا هو اللي كيعانوا منه كثير من الناس كيتبعوا التريتمون الطبيب ولكن كيمشي وكيرجع لهم، اشنو تنصح العربي سريعا الا سمحتي؟ اول شيء لساعات النحل وكل ما لساعات النحل تتكون حول لو كوردون بيليكال السره 3-5 حتى 7 ويوميا في الشهر الاولاني غتحسوا على انه تربحوا 30-40%، خصنا نكملوا 3 شهور ديال الاداء ضروريه ولكن نباتي 100%، 99% اللي تبعوا ما شاء الله جاب لنا نتائج مباركه. وما تكاستوش في النحل، راه المراكز المركز ديالنا في تمام موجود تحت تصرف، وكونوا مستعدين وتنعلموا الناس فيما كنتوا في العالم، اجوا مرحبا تعلموا في سبيل الله.